مساء الخير عليكم يا شباب. ده سؤال تاني قابلنا طلبة كتير. لما تشوف منظر السؤال ده كده اهو تتخض وتترعب وما تفهمش منه حاجة. جميل حلو. طب الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي by decisions by increase and decrease of interval of function ال f عندي 1 over a و مداني interval وقال ال f x بتاعتي هي عبارة عن x minus ln x و get that ومديك عندي النهارده بالفانكشن عندي انكريز من كام لكام وديكريز من كام لكام والدنيا معانا بايظه. تمام؟ لا اقول لك سؤال زي ده ما يهزكش خالص، سؤال اهبل وتافه ومفيش اي مشكله. تمام؟ بعد اذنك كده اهو الفانكشن بتاعتي. هو قال النهارده هو بيسالني النهارده الانترفل بتاعي ده اللي هو عباره عن 1 اوفر اي، صح كده الكلام؟ وعندي الاي. يا ترى الانترفل ده انكريز ولا ديكريز؟ هقول له يا عم حاضر، احنا اول حاجه في الانكريز او الديكريز هكتب الفانكشن بتاعتي اللي هي عباره عن الاف اكس هي ايكوال ايه يا مستر؟ هي ايكوال اكس ماينس لين اكس، صح كده كلام؟ طيب عشان اعرف حته الانكريز والديكريز بجيب الفيرست ديريفيتيف الاول. اقول له حاضر يا عم تعالى نجيب الفيرست ديريفيتيف عندي للاكس. ديريفيتيف الاكس يديني ايه؟ 1. تمام؟ ماينس لين اكس الديريفيتيف بتاعه ايه يا مستر؟ 1 اوفر اكس. يبقى لين اكس هيبقى عباره عن كام؟ 1 اوفر اكس. اول حاجه عشان اجيب البوينت بتاعتي بقول له بساوي ده كله بكام في الاول؟ بزيرو. في مشكله معايا في الكلام ده؟ يعني هقول له يا مستر انا هاخد كده اهو، هقول انا عندي 1 ماينس 1 اوفر اكس ايكوال كام؟ زيرو. ده ماينس ودي الناحيه الثانيه يبقى بلس، الاسهل ليك اي ماينس ودي الناحيه الثانيه يبقى بلس. يبقى اقول له انا عندي 1 ايكوال 1 اوفر اكس. في مشكله معايا في الكلام ده؟ مش الاكس تحت ديفايدد؟ هتروح الناحيه الثانيه تعمل؟ تمام. صح؟ ف 1 تايمز اكس اديني اكس، يبقى الاكس عندي ايكوال كام؟ 1. هقول ال 1 دي نقطه الفاصل ما بين الانكريز والديكريز. يبقى كده هعمل النهارده اللاين بتاعي اهو، واقول في النص ده عندي يا مستر مين؟ 1. طيب النهارده انت مديني انترفال 1 اوفر اي واي. تمام؟ كل هيبص للانترفال ده يا عم هعمل فيه ايه؟ هقول لك يا عم سهله خالص. مش انت عندك الاي عباره عن 2 بوينت وشويه، في نمبرز كتير منها. يعني مثلا لو انا اتلخبطت في موضوع الاي هقول لك بص كده اهو، انا لو جيت عملت النهارده شيفت اهو هيطلع لك الاي. لا دي البوينت بتاعتك. هقول لك انا عندي الفا اي اهي ودوست ايكوال 2.7 وشويه، صح كده كلام؟ فهقول له يا عم انا مش عايز الشويه بتاعت دول، انا هعتبر ان الاي دي ب 2. يبقى الون اوفر اي ده هعتبره بايه؟ بهاف. ما تحطش لنفسك اكزامبلز كبيره قوي تقرفك. يعني خلي اعمله في البسيط. تمام؟ هقول له طيب يبقى انا كده هتكلم عن مين؟ انت بتكلمني في الانترفال بتاعي اللي هي 2 اللي هي عباره عن الاي عندي اهي، صح كده الكلام؟ واكني 1 اوفر اي اللي هو الهاف، الهاف طبعا هيكون قبل ال 1. فاقول له البوينت عندي الثانيه اللي هي عباره عن الهاف اللي هي عباره عن 1 اوفر اي. في مشكله معايا في الكلام ده؟ انا عايز اعرف من الحته دي الحته دي يا ترى ده انكريز ولا ديكريز؟ بعرفها منين؟ بقول لك خد اي حاجه في النص ما بين الون ايه ما بين 1 و 2؟ 1 اند هاف. صح ال 1 اند هاف، جميل خالص. اقول لك روح في الديفتيف بتاعك وشيل الاكس حط مكانها كام؟ 1 اند هاف. فهقول له عمل اول مره هحط مكان الاكس 1 اند هاف، فهقول له هعمل 1 ماينس 1 اوفر 1.5 اللي هو 1 اند هاف، صح؟ تعال نحطها على الكالكوليتر اهو. هقول له انا هعمل 1 ماينس فراكشن اهو، عادي جدا ارسمها زي ما هي ما تتعبش نفسك 1.5. بالشكل العام معاك في الكلام ده ودوس ايكوال. طلعت لك بكام؟ 1 اوفر 3. ما يهمنيش الريزلت، انا ببص البوستيف ولا النيجاتيف. اللون اوفر 3 يبقى عندك بوستيف ولا نيجاتيف؟ بوستيف. يبقى هقول له الناحيه دي ده بوستيف، يبقى ده بوستيف ده معناه ايه يا مستر؟ معناه انكريز. في مشكله معاك في الكلام ده؟ تعال نبص للناحيه دي. تمام؟ طب انا عندي من 1 للهاف، عايز حاجه في النص. هقول لك عشان ما تتوهش مش الهاف ده عباره عن 0.5؟ يبقى خد حاجه من 0.5 لل 1، هتاخد 0 بوينت كام؟ 0.3 مثلا. لا عايز اكبر، انا بعد 0.5 0.6 0.8 1، صح كده الكلام؟ 6 7 8 اللي انت عايزه. جميل حلو؟ هتاخد كام؟ 7. ماشي. فاقول له هنا في الناحيه الثانيه هيبقى 1 ماينس 1 اوفر 0 بوينت كام؟ 7. يبقى هنزل تحت اهو، هشيل بس هعمل دريب بس النمبر اللي تحت اهو واحط له 0.7. في مشكله معايا في الكلام؟ دوس ايكوال. انا ببص على الساين ولا ببص على الريزلت؟ ساين. ساين عندك بوستيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. يبقى اقول له الساين بتاعتي هنا نيجاتيف. يبقى اقول له الحته دي بالنسبه لي ايه يا مستر؟ ديكريز. ديكريز. يبقى هقول له الديكريز بتاعي من كام لكام؟ هقول له من 1 اوفر اي لحد مين؟ لحد ال 1، صح كده كلام؟ والاثنين عندي موجودين يا مستر اهم. اللي انت مديني الانترفال بتاعي من كذا لكذا، فيبقى ال 1 عندي بالنسبه لي اوبن، ال 1 يعني عندي ايكوال كام يا مستر؟ ايكوال 0. والناحيه دي برضك عندي هي كمان مالها؟ اوبن الناحيه دي. في عندي مشاكل في الكلام ده؟ واقوم جاي رايح الناحيه الثانيه من كام لكام؟ من 1 لمين؟ من 1 لايه؟ اقول له ده كده ديكريز، صح؟ والانكريز عندي من كام لكام؟
من 1 لاي صح كده الكلام. والاثنين مالهم هما كمان اوبن اللي انت حددت لي الاثنين اشتغل عليه. ام جا راح للتشوز انا عايز الحته دي تكون ايه ديكريز ودي ايه انكريز. تعالى نقرا التشوز بتاعنا. اول حاجه كده نبص في التشوز بتاعنا قال اذا فانكشن انكريز من 1 اوفر اي لل 1 هل من 1 من 1 ل 1 اوفر اي ده انكريز اقول ده مش انكريز يا مستر يبقى دي عندي بالنسبه لي مش عايزها. الناحيه الثانيه الفانكشن عندي ديكريز من 1 ل اي هل ده ديكريز؟ لا اقول يا باشا ده كده بالنسبه لي غلط. اه خش بعد منها قال اذا فانكشن از ديكريزنج اون ذا انترفال 1 اوفر اي 1 اقول من 1 اوفر اي ده عامله ايه؟ ديكريزنج اقول له اه دي كده تمام تعالى نكمل بقى. وانكريز من 1 ل اي اقول دي بالنسبه لي ايه؟ صح اقول يا باشا دي الاجابه بتاعتي الصح اللي انا شفتها. بس انا الاخيره برضه هتاكد اخر حاجه بيقول لك ذا فانكشن از ديكريزنج بتقل اون ذا انترفال من 1 اي ل 1 اي كلها بتبقى ديكريزنج هل كلها ديكريزنج؟ اقول يا باشا دي غلط يبقى جبت هنا نمبر ايه؟ حاسس الموضوع كان صعب؟ يبقى في الانكريز والديكريز ده معلومه مهمه يا شباب. يبقى انا بشتغل على فيرست دريفتيف بس بسويه بزيرو الاول اجيب الفاليو بتاعتي دي اللي هتقسم معايا اللاين بتاعي وابدا اشتغل عليه. طب ممكن يطلع اثنين فاليو يا مستر ولا يهمك يبقى كده عندي في مناطق معينه مناطق الانكريز ومناطق الديكريز تمام. يلا السؤال الجاي ان شاء الله. بص يا شباب ركزوا معايا نضع مني سؤال زي ده قال لي ايه؟ قال انا عندي روت اكس بلس روت واي انا هكتبها عندي اقول له عندي روت اكس بلس روت واي ايكوال كام؟ قال لي ايكوال 1. هو طالب مني مين؟ قال لي انا عايز الدي واي على الدي اكس يا ترى يكون ايكوال كام؟ قال لي ات بوينت مديني بوينت بتاعتي عباره عن 1 اوفر 4 و 1 اوفر 4. طب احنا كل اللي هعمله هجيب الدراتيف بتاع ده واجيب 1 اوفر 4. طب ما تيجي نشتغلها اقول لك مش ده بلس ودي الناحيه الثانيه هيبقى ايه؟ ماينس يبقى عندك روت واي ايكوال 1 ماينس روت اكس. طب شباب انا ممكن اشيل الروت ده واحط مكانه كام؟ باور كام؟ باور 2 لا باور هاف. ايوه هاف صح يا باشمهندس. فورا تبقى عباره عن واي باور هاف صح كده كلام؟ اتس ايكوال 1 ماينس اكس باور كام؟ هاف. وهات الدرافت بتاعها دي كده. الهاف هينزل يعمل ايه يا مصر تحت؟ هينزل يعمل تايمز انا هنزل الهاف بتاعي صح؟ هنعمل فوق ماينس 1 1 تبقى عندك واي باور 3 هاف. مش 3 هاف اللي هي يا مصر لما اقول انا عندي هاف اشيل منها 1 على الكالكليتر صح كده كلام؟ يبقى لك ايه؟ بقت نيجاتيف هاف تمام؟ في مشكله معاك في الكلام ده؟ طيب دي واي على دي اكس اللي هو ده اي واي بتنزل معايا نفس النظام اتس ايكوال 1 1 ده بالدرجه بتاع ال 1 ايه؟ 0 راح بالسلامه صح كده كلام؟ طيب النيجاتيف معايا ده هيفضل نازل الهاف بتاعي تبقى نيجاتيف هاف صح؟ والاكس هتبقى عندي باور نيجاتيف هاف برضه تمام. في مشاكل معايا في الكلام ده؟ هقول يا باشمهندس ده كله هروح الناحيه الثانيه بالايه؟ بالديفايد يلا بينا. هقول لك انا عندي دي واي على دي اكس هتبقى عباره عن نيجاتيف هاف اكس باور نيجاتيف هاف ديفايدد باي هاف واي باور نيجاتيف هاف. هو انا مش هقول نيجاتيف هاف واي مش هتروح الناحيه الثانيه بعكس الساين دي؟ اه هي هتبقى بالانجل ايه؟ بالديفايد صباح الفل صباح النور. حط مكان الاكس 1 اوفر 4 1 اوفر 4 يبقى انا عندي نيجاتيف هاف وافتح بريسز واكتب فيها 1 اوفر 4 باور نيجاتيف هاف ديفايدد باي هاف وافتح هنا 1 اوفر 4 برضك باور نيجاتيف كام؟ باور نيجاتيف هاف. في مشاكل معاك في الكلام ده يا باشمهندس؟ لا تمام طب هو انا ممكن اعمل حركه سريعه ولا احطها كلها كاكيت واحد معايا؟ كاكيت واحد ممكن خد ده برضه كومن ممكن اخد حاجات كومن وهيبقى ده ديفايدد ده يبقى في الاخر في النيجاتيف معايا موجود بره بس معايا احطها كاكيت على طول مره واحده هنا. يلا يا اساتذه يعني المفروض في الاخر يطلع معايا في الاخر نيجاتيف 1 تقريبا جرب. عايزينها نيجاتيف 1 تطلع نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 تلات كام يا مستر؟ نيجاتيف 4 ايه؟ نيجاتيف 4 يا سبحان الله ازاي بقى؟ انا كاتب كل حاجه صح ايه؟ كل حاجه صح كاتب كل حاجه صح؟ اه والله استنى ايوه معلش نرجع تاني سوا مع بعض ماشي مش هيك معايا نيجاتيف هاف ماشي نيجاتيف هاف 1 اوفر 4 تايمز هاف
تايمز هاف حلو قوي. نيجي لقبل الديفايد. في ديفايد كتبه؟ اه ماشي. نيجاتيف هاف تايمز كوارتر باور نيجاتيف هاف. تايمز كوارتر باور نيجاتيف هاف. تطلع لك كام يا مستر؟ نيجاتيف 4. تطلع معاك نيجاتيف 4. لا معلش اشك انا في الحاجه دي، انا اشك فيك معلش. اكمل اساسا ما اشك فيك، اشوف بس هو كاتب الاول كده اهو واللي احنا كاتبينه ايه. اول حاجه قال انا كاتب نيجاتيف هاف عندي اهو تمام، تايمز 1 اوفر 4 باور نيجاتيف هاف. ده انت عامل بلس دي ولا تايمز؟ لا هاف مفيش. انا بص عليها اهو مستر divided by طب معلش انا اسف قولي. انا اسف معلش عشان الكلكاتور غبيه ودي غلطه بقول لك حط دول كده بتوين براكتس بعد يعني عايز بس الحته دي بس يعني كده دي بس اخيرا بتوين براكتس جميل حلو وحط دول كده بتوين براكت برضك يعني ايه بس انت خلي ايه يعني نخليه عشان الكلكاتور بتاعتي غبيه جدا يا شباب معلش يعني ماشي معلش انا اسف. وليه كمان طلع معايا في كام في الاخر؟ نيجاتيف 1 سبحان الله رب العالمين طلعت معايا نيجاتيف 1 قلت لك ايوه جبت معايا نيجاتيف 1 سبحان الله. طب بص بقى يا مستر دي غلطات اللي بيقع فيها الطلبه في الامتحانات لما يجي يعمل سبستيوشن بيدخلها ديفايدد معايا بالطريقه دي انا حسبتها بدماغي طلعت معايا نيجاتيف 1 تمام. هو اللي ما حسبها نيجاتيف 4 الكلكتور غبيه بتاخد لك بص بتاخد لك ال 1 اوفر 4 باور هاف ديفايدد باي هاف بعد كده بتقوم جاي عامله تايمز الناحيه دي وتايمز الناحيه الثانيه فده بيطلع معاك غلط. فعشان خاطري لما تكون عامل ديفايد حطهم ده كله بتوين بريسز ماشي. يا رب يكون في دماغكم سؤال غيره.